أن تجربة المغرب خلال جائحة كوفيد 19 أثبتت لهذا البلد المعطاء قدرة في التخطيط والإنفاذ على المستوى الاجتماعي، أحله ضمن الكوكبة من الأقطار التي عبرت الأزمة بنجاح فريد. تابع المنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية يعقده مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعتقد بأن هذه الدورة تهتم بموضوع الرأسمال البشري على اعتبار بأن المورث والثروة الحقيقية للمغرب هي العنصر البشري، والاهتمام بالعنصر البشري هو صمام الأمان في كل تنمية اقتصادية واجتماعية التي نرجوها لهذا الوطن. أعتقد بأن التوصيات والخلاصات لهذا المنتدى داخل مجلس المستشارين سنحولها إما إلى مقترحات قوانين أو إلى استراتيجيات اللي خاص الحكومة تعمل عليها من أجل أولاً الاهتمام أكثر، والمغرب هو رائد في المحيط الإقليمي فيما يخص التنمية البشرية بالخصوص، خاصة الورش الملكي الكبير المتعلق بالتنمية البشرية، وكذلك الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية واللي هي من بين الأساس كذلك المنظومة ديال التربية والتكوين التي نحن نطمح على أنه في نمطها الجديد تكون كذلك تعليم منتج. هذه كلها ستساهم لا محالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا البلد اللي احنا جميع متضامنين في هذه اللحظة وفي كل لحظات من أجل تنمية اقتصادية ومن أجل كرامة المواطنين ديال المغاربة كاملين. هي السنة السابعة باش تنظم وحول العدالة الاجتماعية، والموضوع اليوم هو موضوع جد مهم حيت كيفاش يمكن التثمين تاع الموارد البشرية تاع البلاد. تعرفوا بأن كل بلاد عندها عدة موارد، ولكن المورد الأساسي هو الموارد البشرية وكيفاش يكون التثمين ديالها. ولهذا احنا كمجلس عملنا عدة تقارير منذ 2013 وحنا تنهضروا على التثمين تاع الموارد البشرية تاع الرأس مال البشري، وجينا اليوم قدمنا عدة توصيات. بالطبع ماشي هي كل التوصيات اللي موجودة في التقارير، ولكن شنو قلنا؟ قلنا أول حاجة هي خصنا بدا نركزوا على التعليم والتكوين طول الحياة، مدى الحياة. علاش؟ حيت الأشياء تتغير بسرعة. كانت واحد الدراسة في 2020 اللي دارها تاك المنتدى الاقتصادي العالمي الواف World Economic Forum تبرهنات بأن 65% نتاع التلاميذ اللي تيدخلوا للمدرسة الابتدائية اللي عاد يخرجوا منها عاد يشتغلوا في واحد المهن اللي ما كانتش موجودة في 2020. ولهذا لابد تعرفوا التكنولوجيات تتغير، طريقة العمل تتغير، المهن ما تتبقاش نفس المهن، فلا بد خصنا يكون التكوين والتعليم على مدى الحياة كيفاش نقويوه وكيفاش نشجعوه. النقطة الثانية، مع الأسف تنشوفوا بأن كاين عدة كفاءات اللي تتهاجر المغرب. وعلاش؟ حيت ما تجبرش واحد المناخ اللي يمكن لا تستخدم فيه اللي تيعترف بهذه الكفاءات ديالها. ولهذا تنقولوا بأن خص يكون تشجيع نتاع المقاولات ونتاع الإدارة باش هي تكون واحد التدبير نتاع الموارد البشريه معقلان، تيكون التحفيز نتاع الاخذ المبادره، تيكون التحفيز نتاع الاداء، تيكون التحفيز نتاع الابتكار. نقطه اخرى اللي تنعرفوها في البلاد هو كاين واحد المهن اللي عاد تنضطر ما تبقاش. علاش؟ حيت كاين واحد المهارات اللي تتكون هي في تلك المهن، مثلا الصناعه التقليديه، فلهذا تلك المهارات خص يكون التجريد ديالها وخصنا نحميوها باش تعطى من جيل الى الاخر ولا عاد تمشي هذه المهن. نقطه اخرى مهمه هي هو تنشوفوا بان كاين انماط جديده للعمل، كاين العمل عن بعد، كاين تلك الفضاءات المشتركه باش يمكننا مثلا فعط ما كل شيء يمشي لنفس المدينه نعملوا واحد الفضاء مشترك في سلا، والناس اللي تيخدموا في عدة وزارات يمكن لهم يخدموا في نفس الفضاء. كاين داك الخدمة نتاع الناس اللي تيخدموا عن طريق المنصات الرقمية، هو راه خدام مع جوجل ولكن راه موجود هنا اليوم. كيفاش يمكن هاد الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين يتجمعوا باش نقنوا هاد الأنماط الجديدة نتاع العمل؟ أولا بغيت نشكر المنظمين على هذا المنتدى وهذا الملتقى لأن جا في وقته، وبالخصوص مع التحديات اللي كنعيشوا اليوم، تحديات اقتصاديه تكنولوجيه،
والرأسمال البشري اللي اليوم كي ولا واحد نقطة اللي ولات تنافسية، لكن عارفوا بأن التنافسية العالمية اليوم ولات على الرأسمال البشري، وسيدنا الله ينصره كيأكد عليه جميع المناسبات. وهذا التصور هذا هو اللي حطينا اليوم في الجامعة المغربية وفي هذا المخطط الوطني لتسريع التحول ديال المنظومة باش يكون مبني على التمكين ديال الإنسان، والتمكين اليوم هو الرأسمال البشري. قد ما كان الإنسان مكن ومكون قد ما عنده المناعه باش يتجاوب مع التحديات كلها. راكم كتشوفوا اليوم هاد الذكاء الاصطناعي علاش كنتكلموا ما غندخلش في جميع التحولات، ولكن غير تشات جي بي تي كيفاش غادي نتعاملوا معاه، وهاد التطورات اللي كاينه اليوم الا كان الانسان مكن من 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 التصورات هذه، وتكون عنده واحد التمكين اللي غادي يساعده باش هو يكون راسه براسه. والجامعه جامعه الغد هي جامعه مدى الحياه، ما بقاتش جامعه كنجيو غير ناخذوا الدبلوم ونمشيو، ولات جامعه اللي غادي ناخذوا فيها الدبلوم ولا اشهاد وغادي نمشيو غادي نرجعوا ناخذوا اشهاد اخر. وهذا هو التحول الكبير اللي خص كاع المكونات ديال الجامعه المغربيه والجامعات الدوليه خصها كلها تولي تتعامل مع هذا التحول اللي وقع اليوم. اولا اتقدم بالشكر الجزيل لنجاح هذا المنتدى، بعد ان كوني ما نساهم من قريب او بعيد في انجاح هذا المنتدى البرلماني الدولي السابع تحت شعار الرأسمال البشري رافعه اساسيه للتنميه المستدامه. ومن كنظن ان العداله الاجتماعيه هو رهان من رهانات الدوله الاجتماعيه اللي هو الشعار ديال الحكومه ديالنا اللي فات 5 سنين، اننا تكون عندنا دوله اجتماعيه. ملي كنقولوا دوله اجتماعيه كنقولوا يكون عندنا صحه جيده، تعليم جيد، وتشغيل اهم شيء. يعني طالب ملي كيقرا ابتدائي اعدادي ثانوي كيمشي للجامعه، شنو خصو في اخر المطاف؟ خصو يلقى فرص الشغل اللي كيوالم التخصص اللي هو داره. وهادشي دابا حنا اللي كنطالبوا به، فدابا انا عضو في لجنه التعليم كنطالبوا اننا تكون عندنا ملائمه، يعني الطالب ملي يتخرج يلقى الخدمه اللي كتلائم التخصص ديالو، باش تكون عندنا واحد النجاعه في واحد المردوديه ديال ديك الموظف اللي يكون في. وكذلك صحه جيده. وهنا كنهضر على مشروع الحمايه الاجتماعيه، المشروع الملكي اللي كان الفضل ديال الحكومه ديالنا، ان كان عندها الفضل في سرعه التنزيل وتفعيل هذا المشروع هذا، واللي كان في واحد جنبير كانت الانطلاقه ديالو، واللي كنشوف ان دابا الحمد لله المواطنين بقاو كي اللي كان عندهم الراميد دابا رجعت عندهم لا سي ان اس اس، رجع عندهم ديك الولوج الى الصحه، رجعت عندهم هاد لاكسي هذه. وهذا هو راه هادشي ملي كنقولوا هاد البرامج الكبيره ومراكز البرامج المهيكله راه كتطلب ميزانيه كبيره، ميزانيه ضخمه. اي نعم حنا حاسين معاناه المواطن، كاين اللي يقول لك حنا خصنا نهضر لك على غلاء الاسعار، المنتوجات، بغينا القد ديالنا اليومي، بغينا. وكاين اللي كيقول لك عاوتاني هذه فتره، كاين اللي عارف كيقول لك هذه فتره وهدوز، هذه فتره ها واحد ومن بعد ان شاء الله الامور تستقر، بغيناكم تبقوا على الوعد ديالكم لاننا صوتنا عليكم من اجل صحه جيده، التعليم والتشغيل، وكذلك اصلاح الاداره ما نساوهاش. يعني الحمد لله الحكومه ديالنا ماشيه في الطريق الصحيح، الوزراء ديالنا كيخدموا بليل ونهار تحت القياده الرشيده ديال صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي فضلوا المغرب ديالنا عرف واحد التحول، والحمد لله حنا غاديين في الطريق الصحيح، وباقيين اننا باش اننا نكونوا عند حسن الظن المواطنين، باقي خصنا بزاف باش اننا نترافعوا عليهم، نترافعوا على القضايا ديالهم، وهذا الشيء اللي يكون ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.